السلام عليكم شباب، رجعت لكم مرة ثانية في لعبة Dark Deception، لعبة الرعب. هذه المرة زي ما هو شايفين المنيو صورة الجميل اللي راح يلاحقنا اليوم، اللي على شكل بطة كذا، فالله يستر ماني مطمن. فما بيطول عليكم، يعطيكم ألف عافية، لا تنسوا لايك واشتراك، وبسم الله نبدأ للرعب. Yes of course. الجميل الجميل جايك بس اشوف في تطويره جديده. لا انا استخدمت القدره حقتي بالغلط. طيب الظاهر ان ما عندنا اي تطويره جديده. من نلاحظ في 4 تطويرات ثانيه قوي والله، كثير مره. عندي 4 نقاط يبديني اطور. التليبورت ايوه، خليني اطورها واطور السرعه. اخر شيء كذا انا السرعه عندي فل، هذا احلى شيء. والتليبورت باقي لي بس واحده. طيب حاليا وضعنا في السريم، نطلع حقنا الجميل، نغير الابيليتي. والله يستر. قفل الطريق علينا. طيب اروح للرينج الحين. في الظاهر انه فتحت لي شيء جديد. You might also want to close your eyes. It keeps them from popping out. Okay. Hey, أنت افتح الباب. عين أنت أكيد بتشوفني. فايدك توكل على الله بس. طيب أنا شو أسوي؟ حرفيا دخلت بعينه. أوه. أهلا وسهلا. ايش الاشياء الجديدة هذه؟ اسمها تليباثي؟ وش تليباثي ذي؟ طيب السرعة بشيل هذه، ما الظاهر اني بحتاجها مرة، بطور هذه. طبعا السرعة اهم حاجة في الحياة عشان اقدر انحاش. طيب بغيرها الحين، المفروض اني يمديني. شوف هلا على ابليسه، خرشني الله يخرشه. او ماي جاد، هذه بدايتها. حفله. Just don't let me catch you trying to see through anything besides walls. بسم الله يا رب يا رب يا رب، والله اني انا اسف. ايش اللي خلاني العب اللعبه؟ سترينجر سورز يقول لك يعني سورز اللي هي شو يسمونها، حول الله stay dry sewer water slows everything. اوه اي والله ان انا بطيء مره، اما 310 المويه تخليني مره بطيء. طيب all kinds of things get flushed down here, alligators, goldfish, duckies. الو هذا اللي ضدي؟ Don't be a stranger. طيب وش لازم اسوي اجل؟ توكل على الله يا ابوي، توكل. Oh my god. What the hell? طيب انا وش اسوي بالضبط؟ يعني نبدا كذا؟ يلا. اما لازم افتح بيبان. ولازم انتبه الظاهر اذا فيه. هنا شفت حاجة؟ يعني لازم اهتم بالتفاصيل صح؟ يعني لازم اعرف الحقيقي من الكذاب بينهم. صح ولا مو صح؟ يا اخي هذا الحقيقي صح؟ والله ما ادري. نحشه لا والله ما الظاهر انه الحقيقي هذا. قبل شوي
الله يخرج ابليس. انا ما ابي اقرب من هذه، احس انه بيمد يده. بس والله 300 وحاجة كثير مرة جدا، والموية ذي تبطئني ببلاها. والله اني خايف اقسم بالله اني انا قاعد ارتجف حاليا. اوه دقيقة، انا عندي حركة بشوف. شوف اللي عليها احمر. طيب وش يسوي؟ اقرب منه؟ شوف حتى يدينه تتحرك. لا والله كلها تتحرك. انا ماني فاهم، طيب وش يسوي؟ Oh my god! Oh my god! بسرعة بسرعة! بياخذ ذي بياخذ ذي. اوكي هو وراي. وفي افخاخ ما شاء الله. يعني بالعربي لازم هذا انا ما اقرب منه. اذا ما اقرب منه وش اسوي طيب؟ هذا واحد. يلا بسرعة 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 بسرعة، وراي هم وراي. فهمت السالفة الله يلعنهم. هذا ما اقرب منه. من في غيره؟ اوكي حاليا ما في اي احد. طيب على كذا يمدينا اجمع براحتي بالاماكن اللي هم مو موجودين فيها، بعدها ابدا انا اشوف. ما في اي احد، حلوين، يعني هنا اقدر اجمع انا براحتي. انا بس ابي افتح الاماكن عشان يمديني اقدر اتحرك براحتي بعدين وزي كذا. هذا برضو اذا ما خاب ظني مو واحد فيهم. اوكي هذا جينا نجمع اللي هنا برضو وانا مرتاح. والله ذي بتريحني مرة، اللي يمديني اعرف اماكنهم. طلعت احسها هاك كذا. طيب هذا هنا عند الباب، بس انا ما رايح له، بقعد ادور في الاماكن اللي ما فيه. الو الظاهر هذا المكان حق المنطقة الثانية، ما ادري كم لازم اجمع عشان اقدر اروح المنطقة ذي، او ممكن اجمعها كلها عشان اروح المنطقة. والله ما ادري، بس حاليا انا جمعت تقريبا زي ما هو موضع 50. حلو، ف بيلا اخذ حذري. انا اللي خايف منه لان الظاهر ان في واحد يقدر يمد يده بين الاماكن هذه، فهذه المشكلة. والله انا داري. هنا برضه في واحد. اوكي لقطها قبل ما يفك الستن. مشكلة انا مضطر اني امشي من هذا الطريق، في هنا مرة كثير. يا ابوي باخذها بسرعة. السلام عليكم. العن ابليسك. طيب انا بحاول اني اجيها من طريق ثاني. الفخ الفخ. هلا لما. طيب انا الحين خلاص خلصت، فبروح للمنطقة الثانية
اللي فيها 191 وحده. هذه هي. يلا بسم الله، الحين شكله بيبدا الرعب الصح. اهلا وسهلا. طيب انا ما يمدينا افرق اي واحد فيهم الحقيقي والكذاب. طيب شو اسوي؟ بسم الله، الله يستر. ما اتوقع انها بتكون سهله زي اللي قبل. ما اتوقع انهم بيخلوني على راحتي هذه المره. ايش هذه؟ لا لا لا، طلع طلع. والله جي جي يا جماعه. سكرت صح. اهلا وسهلا. والله جاء في بالي اني انا رحت في فخ محترم. ما في احد كويس. طيب نشوف المكان الثاني اللي هنا. يا رب انه اوكي. السكر الثاني حلوين. والله لو سمحت. والله هذه راحة نفسية لما يطلع سيكرت ما يطلع شيء ثاني. طيب هذا عنده واحد. أنا ايش بسوي؟ انحش بسرعة. يا رب ما يلحقني. يا رب هذا مو وحش. والله انه وحش. الوه الو. بسرعة بسرعة الحفلة. لا 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 طلع علي. وبينزل من فوق. والله نزل من فوق. بسرعة بسرعة. حلو. بدينا في الحماس اجل. ها طيب ما عندي مشكلة. ما صار يلحقني. اهلا توكل على الله. يا شيخ اعطوني الحين اكسترا لايف. الوضع صار في السليم. نشوف. والله المكان هذا يخوف. والله يخوف. الذخيرة اتذكر طبعا السور اللي هو المجاري، فمكتوب هنا المجاري الغريبة سترينج سورز. فهي فعليا والله غريبة. اوكي. يعني ما انتبهت الا لما وصلت له. سبحان الله. ينتظر الفخ برضه زي. طيب هذا لو ما فتح ذا الحين انا جي جي. انا جي جي. والله صامل. والله صامل. والله صامل الكلب. والله صامل. نخلك. بروح القطها سريع. هذا واحد. بسرعة 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 يا ابني. اوه كويس هدى. ما شاء الله. بسرعة بسرعة يا رب وصلها. اوه الحمد لله.
وين هو هناك؟ خلينا نشوف في احد هنا. يب في والله. هنا ما في حاجة. يبدي ناخذ لفة. باقي 8. اذا ما خاب ظني 8 كلها هنا. شوف حتى ما في افخ. الا والله في. والله شكلها النهاية هنا. انا مستعجل جدا. معليش. اوكي خلصنا خلصنا. وين نروح هنا؟ أخذنا القطعة الخاتم. طيب إيش أسوي؟ شو بده؟ Watching you run around obediently has reminded me that I have a loyal pet as well. Minu. Here, let me introduce you, so you can both get more properly acquainted. Now you'll have to excuse me. I must take my leave. Business calls elsewhere. دقيقة، هذا كله بيت حقك؟ بيت يعني حيوان أليف على قولتهم. ما شاء الله. طيب قل لي انا كيف الحين ايش اسوي؟ ايش ولع انا ابليسه والله يهو. ايش لازم اسوي؟ طيب هنا. لا ما تقول لي ان في واحد يلحقني برضه. لا كذا غلط. او ماي جاد بغى يسحبني. اوكي كمان. انا فهمت له تقريبا. اوكي دايخ الحين هو، فخليني استغل الوضع. والله اثنين لحقوني. لا انا ابي راسه يصقع بالحديده هذه عشان يدوخ. ايوه الحين حلو يا ابني وخر. اوه سكرت عليه. نايس.
اللعنة ابليس، لازم اتخطاهم. طيب اجل يبي لي امشي من طرق ما يكونوا موجودين فيها. ما يمدي افتح هذا الباب، يعني لازم اروح منك. طيب هذا مقفل. اللعنة ابليس السهبل. اوكي يمدينا نفتح ذا. بسرعة افتح تكفى بسرعة، ذا يبيني والله يبيني. لازم اعرف الطريق الصحيح من غير الصحيح. باي. لا عادوني من اول، الله يلعنهم. طيب وصلنا هنا مرة ثانية. حلو. بس هذه المرة بشوف يمديني افتح الباب؟ لا ما يمديني. طيب. الحين انا ما اعرف، هذا طبعا متحول او يقدر يتحول، شوف عيونه حمراء برضه. حلو، بس المشكلة في هذا. المشكلة في ذا، انا شو اسوي؟ يا جماعة المحاولة الأخيرة. لو ما ضبطت والله العظيم شيء خرب مره الزبده. فانا ايش بسوي؟ بعدي من عند هذا الغبي. حلو، هذا بيطلع، فانا بروح اقصى اليسار كذا بس. اوه يس يس يس. والله انا افضل اني اقعد معك الحين، هذا نخليه في الاخير، المهرج هذا ما نبيه الحين. Enough for today. والله عموما هذا كان كل شيء. المقطع اليوم صراحه كان بطه مزعجه بس انها سهله المهمه مره، بس نظام لقط اللي الاماكن اللي هم ما يكونوا فيها ينتهي الموضوع. عموما هذا كان كل شيء المقطع اليوم، يعطيكم الف عافيه، نشوفكم ان شاء الله في مقاطع ثانيه اللعبه. مع السلامه.